مساء الخير عليك كابتن اسلام الشاطر، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي المتعطش لهذه المباراه والمترقب اكيد لنتيجه هذه المباراه، المباراه الهامه، مباراه الهلال السوداني والنادي الاهلي هنا في السودان، ملعب الجوهره الزرقاء في حضور 65 الف مشجع بالنسبه لنادي الهلال السوداني و500 مشجع للنادي الاهلي. اتكلم معاك كالعاده كابتن اسلام ونطمن كل جمهور النادي الاهلي على الاجواء الخاصه ببعثه النادي الاهلي، التنقلات، فندق الاقامه، لتدريب النادي الاهلي الاخير، يعني نقدر نقول حتى هذه اللحظه الامور ماشيه بشكل طيب بالنسبه للتنقلات. التنسيق كان على اعلى مستوى مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ورئيس البعثه، اللي يمكن في كل ساعه وكل دقيقه بيكون في تواصل بشكل مستمر مع معالي السفير حسام عيسى رموز نادي الهلال. ايضا كمان اللي حابب اتكلم عليهم في البدايه كابتن اسلام، يمكن النهارده كان في لقطه رائعه ومميزه جدا، حضور اثنين من اصدقاء الكابتن محمود الخطيب، يمكن يعني من خلال الجو العام اللي كان متواجد عند معالي السفير وتبادل الدروع الامر كان رائع ومميز جدا. كابتن علي جاجرين طبعا احد رموز الرياضه السودانيه، وكابتن شوقي عبد العزيز اللي كلمه بترحاب كبير جدا على النادي الاهلي، ويمكن كابتن علي جاجرين قال انا اهلاوي بالنسبه لتشجيعه للنادي الاهلي ومرتدي كرافات حمراء، لكن اجواء كانت اكثر من رائعه بتنقل يعني لكل الناس وكل الجمهور بالنسبه للهلال السوداني وجمهور النادي الاهلي العلاقات المميزه جدا بالنسبه للشعب المصري والشعب السوداني وعلى مستوى الرياضه، يعني الرياضه كابتن اسلام هي بتقرب الشعوب، فده اللي احنا حابين نتكلم عليه في البدايه. ارجع معاك للكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي، المعنويات، الامور كلها اللي بتنطمن بيها كالعاده كل الجماهير. اقدر اقول لك لعيبه النادي الاهلي في اقصى معدلات التركيز في فندق الاقامه وقبل كمان فندق الاقامه من خلال تدريب الامس كابتن اسلام على ملعب الجوهره الزرقاء، التدريب الاخير اللي استطاع فيه مستر ريني فايلر ان هو يضع اللمسات الاخيره على التشكيل بعد قراءات طبعا مباريات اخيره بالنسبه لنادي الهلال السوداني، نقاط القوه، الثغرات، نقاط الضعف، ايضا كمان في خط الظهر تدريبات كانت خاصه للاعبي النادي الاهلي، التدريب كان رائع وجيد وكان في حماس كبير جدا، الاصرار كان باين في وجوه لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى في توقيت المباراه الساعه 9 مساء، هي نفس توقيت السودان، الجو يمكن نقدر نقول صباحا في شمس قويه شويه لكن امس الجو كان رائع بالنسبه في الساعه 9 مساء، النهارده ان شاء الله باذن الله يكون الجو نفس الهدوء بالنسبه للشمس، ما يكونش في هواء جامد لان الملعب مفتوح شويه كابتن اسلام، لكن الجمهور لنادي الهلال السوداني هيكون متواجد بكثافه. ومستر ريني فايلر سال في اكثر من سؤال بالنسبه للمؤتمر الصحفي على الجمهور وكده، الراجل جاوب طبعا كالعاده، النادي الاهلي نادي كبير لعب في ظروف قبل كده، كابتن حسام عاشور اتكلم ايضا كمان على هذا الامر، قال احنا لعبنا في ظروف اقوى من كده واصعب من كده، احنا عندنا هدف واحد هو ان شاء الله ان احنا تعادل او الفوز نصعد بيه لبطاقه التاهل ان شاء الله للدور الثمانيه، ومنها ان شاء الله نستمر في البطوله الافريقيه ونحقق تدريجيا الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. سريعا كمان يا كابتن اسلام، لو بنتكلم على القائمه المكونه من 21 لاعب بنطمن عليهم ايضا الجمهور، مفيش حاله اصابات، ما فيش حاله اجادات بالنسبه لاختيار مستر ريني فايلر، الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، رامي ربيعه، محمود متولي، ايمن اشرف، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني، عمرو السليه، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور اجاييه، مروان محسن، اليود يانج، باتجي، ياسر ابراهيم، حسام عاشور، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، وجيرالدو. الحمد لله كابتن اسلام حاله اللعيبه البدنيه والمعنويه والفنيه مرتفعه بشكل كبير جدا، ده اللي احنا لامسينه وبناكد عليه لان الاصرار باين في وجوه اللعيبه، اللعيبه كلها بتتكلم مع بعض، واتكلمت مع اكثر من لاعب على اهميه هذه المباراه، قال هو هدف واحد هو الفوز، احنا ما بنفكرش في التعادل، احنا بنفكر في الفوز فقط لغيره، وان شاء الله باذن الله النهارده تبان شخصيه النادي الاهلي اللي بناكد عليها، شخصيه البطل، ندخل في المباراه سريعا يكون عندنا اصرار وجديه وعزيمه خلال ال 90 دقيقه، وان شاء الله باذن الله كابتن اسلام تكون بطاقه التاهل هنا من السودان. ايضا كمان محاضره النادي الاهلي الاخيره الان يا كابتن اسلام، خلاص الامور كلها مكتمله الصفوف، مكتمله الاركان، مستر ريني فايلر اكد على المحاضره ان لابد يكون في اول ربع ساعه، وده اللي انا ممكن حاولت ان انا اتكلم فيه ايضا كمان مع بعض اللعيبه، اول ربع ساعه لابد يكون في ضغط كبير جدا ونحسم ان شاء الله من الشوط الاول باذن الله يكونوا موفقين، باذن الله مستر ريني فايلر يكون موفق ايضا في اختيار التشكيله الامثل اللي هيخوض بها هذه المباراه. حكم المباراه ان شاء الله يدينا حقنا، ما يبقاش في اي تحامل، ما ينسقش ايضا كمان للضغط الجماهيري الكبير اللي هيكون متواجد من جمهور الهلال السوداني. باذن الله كابتن اسلام تكون الفرحه كبيره النهارده وكل لقاءات عديده كالعاده من خلال شاشه قناه الاهلي ومن خلال ملعب الاهلي، ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللاعبين، ثقتنا في الجهاز الفني، حضور الكابتن محمود الخطيب اللي بأكد عليه اكثر من مره رساله مهمه وصلت للجميع، الرساله كانت مهمه جدا ووصلت للجميع، وصلت للاعبين، وصلت لمجلس الاداره، ان شاء الله باذن الله كل الجهود اللي بذلت خلال الايام الماضيه تكلل بالنجاح النهارده في ال 90 دقيقه اللي يكونوا ان شاء الله 90 دقيقه من نار في ارضيه الملعب في ملعب الجوهره الزرقاء. مستمرين معاك يا كابتن اسلام من خلال ملعب الاهلي ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ننقل الكواليس، تحرك فريق النادي الاهلي لحظه بلحظه، وجودنا في الاستاد، التشكيل، الجو العام، حضور الجمهور، كل الامور دي ان شاء الله كابتن اسلام تكون معاك في ملعب الاهلي خلال الدقائق القادمه. عوده لك يا كابتن اسلام.